الدوار كيعاني بزاف، يعني انا في العمر ديالي 33 سنه في العمر ديالي، وبا زيد هنا في العمر ديالو 90 عام، ومني كتصب هاد الشتا كيوقع لنا المشاكل. الكريم لا فراش لا كسوه زينه، درت حاجه حط حمر وجهك، كتوبه ديال الدراري مشاو، الفراش مشى. هاد الرساله كنوصلوها للمسؤولين، الله يرحم لك الوالدين، كنوصلوها للمسؤولين، وهذا هو اللي كاين. الله يجازيكم بخير. من الناس راه معذبه من نهار الاربعاء وحنا في الزنقه، بغينا نديرو قيطون في الطريق قال لك لا ممنوع. انسان ناعس وواحد كيدير في البرد حشومه، يعني راه ادله راه هما كيشوفوا كلشي وكلشي بين يديهم، احنا راه هزينا يدينا. هادشي ديال الله انهم ما ضراتش هاد البلاصه. المغرب راه كتحرم الحمد لله، هاد العام جا الله يكمل بخير. حنا تنطلبوا من الناس المسؤولين واللي هما المنتخبون، اما السلطه كاينه حاضره ليلا ونهارا. مثلا نقول لك رئيس الجماعه فين؟ ما شفتوش انا رئيس مقاطعه الحي الحسني، ما شفتوش البرنامالي، ما شفت حتى واحد، ما اتصل بي انا حتى واحد. التساقطات اللي عرفت الدار البيضاء هي تساقطات خاصة وجات في واحد الوقت وجيز، يعني قل من سيمانة، من ثلاث ديال السيمانة اللي فاتت إلى يومنا هذا، وسجلات ما يفوق 220 مليمتر. هاد الكمية الهائلة يعني كتمثل 60% من التساقطات السنوية، وهي كتمثل يعني واحد الشتا اللي كتجي على رأس كل 50 سنة. ففي هذا الإطار الشركة ديال ليداك خدات جميع الإجراءات وبلورات يعني البرنامج ديال تسيير الازمات، وجندات جميع العمال والعاملات وجميع الاليات، تم تسخير جميع الاليات من اجل الحد من الاثار ديال هاد التساقطات. هاد الناس ضرات بزاف وضاعوا في حوايجهم وضاعوا في بزاف ديال الحوايج. الشركه ديال ليديك هي اللي جات دخلت وحيدت هذاك الماء، جابت المواطر نشفت هذوك الويدان. المهم ثلاث ايام دابا هما خدامين، كنشكرهم بزاف، كنشكروا هاد الناس بزاف. الناس ديال ليداك راه كانوا في الموعد، جميع العمال سهروا 24 ساعه على 24 ساعه منذ انطلاق هاد الحمله ديال الامطار.